في رمضان على شوف الدراما. أنا زمرة إدارة مفيش ولا حارة ما تعرفنيش. أيوة بتقدر تعني أنت مين؟ عسلية أخويا عسلية ده هو كده يا ولاد البابا. بعد التعب اللي أنا بتعبه عشانكم تطلعوني كذاب. خلاص أنت أخونا يا عم، وإن كان على المصاريف يا أخي مصاريف البطن بتتخان. ايه يا نجم؟ طب بقى جدعان بقى بلد الجدعان ورجولة كمان قد عناس وفوق الراس. لا ما انا مش عايش حياتي بطة كده. الحمل بتاعك يخيبكوا يا دي العيال، ايه اللي بتعملوه جنب الحيطة ده؟